السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيكم السلام عليكم. هاي مستر. وعليكم السلام ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هستنى بس دقيقة لغاية ما أتأكد إن إيه أغلب زمايلنا دخل. الرياض بتاع البطيخة بتاع البطيخة طيب. يلا نكمل يا شباب، كده المفروض ان كل الشباب دخلوا. طيب احنا قلنا عندنا كلمة ليكويد، بريد، انرجي، شو. يلا مين يجاوب؟ مين يجاوب؟ أنا مستني. When we eat we when we eat we أنا عايز ناس جديدة بقى، عايز ناس جديدة. مين بيكتب على الشاشة؟ ما حد، ثانية واحدة. ما حدش يكتب على الشاشة يا شباب. طيب، ها، ما حدش يكتب على الشاشة يا شباب. ها يلا، مين يجاوب أول واحدة؟ طب جاوبوا كده في الكومنتات. يلا عشان برضه ما نحرمش حد ان هو يجاوب. When we eat we في الشات، يلا كله يكتب. بالظبط كده، بالظبط كده. When we eat we شو يعني يمضغ؟ When we eat we شو؟ اكتبها لكم كده اهي. ايه رايكم كده؟ اهي خير. طيب انا عايز بقى اوسع ده كده. يلا اللي بعده. And swallow the food، وبنبلع الاكل. The food then goes to the stomach، الأكل بعد كده بيروح المعدة. A special A changes food into a special. آه برافو، برافو والله اللي بدأوا يكتبوا. برافو برافو برافو، محدش يكتب على الشاشة. A special liquid. A special liquid. It changes the food into A and nutrients. Into أيوة برافو برافو برافو. Into لا لا، ما حدش يكتب على الشاشة يا شباب، ما حدش يكتب على الشاشة. Into energy and nutrients that we need in our bodies، اللي بنحتاجها في أجسامنا، اللي بنحتاجها في أجسامنا. طيب
خلاص كده ما حدش هيعرف يكتب على الشاشة. أنا يعني كنت سايبها كده بس مش نقفلها عشان أنتوا بتكتبوا. طيب كلير بقى، يلا. تمام يا شباب، اللي بعده. طيب بيقول لي choose the correct answer، choose the correct answer، يلا عشان كله هيجاوب معايا في الشات. ها، كله هيجاوب معايا في الشات. أول حاجة إيه هو؟ is a group of organs responsible for digesting food. إيه هو الجروب أوف أورجانز ذات إز ريسبونسبل فور digesting food؟ ال digestive system ولا respiratory system؟ اللي لسه داخل السيشن مسجلة، تقدري ترجعي لها يعني مرة تانية عن طريق مس مون. بالظبط كده، برافو برافو جنى وأسيل وكل اللي جاوب، برافو. ال digestive طبعا، ال digestive system طبعا هو ال responsible for digesting food. يبقى احنا هنعلم على digestive system. تمام، تاني سؤال معانا. ايه هو is a group of organs responsible for breathing in and out؟ ايه هو الجروب اوف اورجنز، مجموعه من الاعضاء المسؤوله على البريذنج، التنفس ان واوت، شهيق وزفير؟ ها، بالظبط كده، برافو 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 برافو. ريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي، برافو برافو. طيب اللي بعد، is a gas which humans breathe in. ايه هو الغاز اللي بيحتاج البشر ان هم breathe in، ان هم يتنفسوه؟ ها، الايس، الساند، الاكسجين، الكربون دايكسيد؟ تمام، اللي بيكتب رقم ثلاثة صح، اللي بيكتب اكسجين صح، لان هي ثالث اختيار. برافو عليكم، ثالث اختيار الأكسجين. تمام، طيب اللي بعده. نقط is red light is red liquid آسف red liquid that goes around our bodies. سائل red أحمر بيتحرك في جسمنا. أيوة، برافو برافو، ما شاء الله عليكم، برافو. البلد طبعا، برافو برافو عليك. طيب اللي بعده، is the organ هو العضو that pumps blood، اللي بيضخ الدم، العضو that pumps blood، pumps يضخ يضخ الدم. برافو برافو ولادي وبناتي الحلوين، ما شاء الله عليكم. ايوه كده، الهارت طبعا، القلب، برافو عليك. تمام، طيب اللي بعد، we use our A to see. we use our A بقى to see، to see. we use our A بقى to see. طبعا طبعا eyes طبعا، برافو برافو. تمام، اللي بعد، we smell with our ها tongue ولا nose ولا ears ولا eyes؟
برافو، ما شاء الله ما شاء الله عليك، ما شاء الله. Excellent excellent boys and girls excellent. طبعا الإجابة رقم 2 نوز. طبعا we taste with our ايه بقى؟ taste taste taste، عارفين يعني ايه؟ يتذوق. taste يتذوق، كلمة مهمة، كلمة مهمة. taste with our ايه؟ ايوه برافو، اللي بيكتبوا دول ما شاء الله ما شاء الله. انا مش عايز حد ما يكتبش، كل ولادي وبناتي يكتبوا. طبعا tongue tongue اللي هو اللسان. طبعا برافو عليك وبرافو عليكم، 10 من 10 واكسلنت الكل الكلاس النهارده، كلكم اكسلنت وعشرة من عشرة. طيب ها اكتبوا لي بقى، اتبسطتوا النهارده في الكلاس ولا ما كانش احلى حاجه؟ اللي اتبسط يكتب لي كده، يعمل لي لايك ويقول لي ان هو كان مبسوط. أحمد رامي كرمة، تمام، ملك، تمام، ما شاء الله. طيب and I am very proud of you all. I am very proud of you all. أنا فخور بكم جميعا، أنا فخور بكم جميعا. طيب يعني أنتوا ما شاء الله النهارده احنا خلصنا بدري شوية، ده ممتاز. وطبعا انا هبعت لكم شويه العاب في شكل كويز كده، يعني اختبار بسيط لكن هو العاب سهل خالص، انتوا حليتوا كمان اصعب منه يعني، زي هوم ورك كده، وانا هشوفه وهصححه. اوكي على الالعاب. اه طبعا تحبوا الالعاب انتوا، ماشي وانا تحت امركم. خلاص يا شباب، خلاص يا بنات، مفيش مشكله، هبعت لكم العاب مس منى هتبعتها لكم. We'll see you soon and thank you all. Good luck for you all and bye-bye.